السلام عليكم. في حلقة النهاردة هنتكلم عن اليوتيوب سبايكس. الناس اللي متعرفش يعني ايه يوتيوب سبايكس، هو يمكن ده مصطلح انا انشأته او يمكن ده مصطلح مش شائع في اليوتيوب، ولكن هو معناه مسامير اليوتيوب او طفرات اليوتيوب. عشان ما نحرقش اي حاجة في الحلقة، معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك، وفي حلقة النهاردة هنتكلم على ما هو اليوتيوب سبايكس، والفرق بين ادسنس سبايك ويوتيوب سبايك، وازاي تعرف اليوتيوب سبايك الخاص بيك، وازاي تحاول تنشئ يوتيوب سبايك خاص بيك. ونبدأ بعد الفاصل. ورجعت لكم مره تانية. في البدايه كده يا جماعه، يا ريت تركزوا معايا في الحلقه دي عشان حلقه مهمه جدا. اول حاجه، ما هو اليوتيوب سبايك؟ اليوتيوب سبايك يا جماعه هو طفرات اليوتيوب او مسامير اليوتيوب، زي ما شفنا قبل كده في حاجه اسمها ادسنس سبايك في قناه ماتريكس 2019، اتكلم عن ادسنس سبايك، وهنعرف النهارده ايه الفرق بين الادسنس سبايك واليوتيوب سبايك. بس خلينا في ما هو اليوتيوب سبايك. اليوتيوب سبايك هو طفرات اليوتيوب زي ما قلت، وهو ان فجاه تلاقي مشاهدات عاليه في اليوتيوب عندك وانت اصلا ماشي بنفس الستاندرد، ماشي بكيوردز عاديه، نفس الكيوردز بتاعت كل مره. مثلا لو جبنا الفيديو، نفس الكيوردز، نفس انواع العناوين، نفس كل حاجه ونفس الشكل ونفس كل حاجه، وفجاه تلاقي مثلا فيديو جاب معاك 3000 مشاهده، 2000 مشاهده، وانت اصلا ماشي زي كده 130 300 مش عارف ايه كده، وفجاه تلاقي فيديو طلع معاك فجاه كده، متفهمش ده طلع معاك ازاي وليه. احنا هنتكلم النهارده على الموضوع ده، هو ده اليوتيوب سبايك، وازاي تقدر تعمل اصلا يوتيوب سبايك خاص بيك. الموضوع ده هيبقى صعب شويه ولكن هنحاول. فاليوتيوب سبايك مره تانية هو انك تلاقي طفره في المشاهدات، طفره في المشاهدات، فجاه تلاقي مشاهدات عاليه مره واحده، ننزل كده حاجه زي 1000 مثلا، 2000، في تحت 1000، هنا 1000، هنا 1000 مثلا. دول ليه طلعوا 1000؟ ليه الفيديوهات دي جايبه ترافيك كويس بعكس الفيديوهات التانية حاجة و60 برضو؟ طب ليه؟ ده بقى هنعرفه في ازاي تعرف اليوتيوب سبايك الخاص بيك. ونتكلم دلوقتي على الادسنس سبايك واليوتيوب سبايك. ايه الفرق بين الادسنس سبايك واليوتيوب سبايك؟ الادسنس سبايك هو الطفرة في الارباح، طفرة في ارباح، ان انت مثلا تكون ماشي بنفس المشاهدات ونفس كل حاجة، مفيش اي حاجة متغيرة، كل حاجة عادية خالص، مثلا بتجيب من 2000 3000 مشاهدة عادي، وفجأة تلاقي ارباحك عليت، من مثلا بتاخد $100 في الشهر عليت مثلا ل$1000 مثلا، حاجه زي كده، من $100 ل$1000. دي طفره في الارباح، انت بتقبض $1000، بتقبض قصدي $100 في الشهر، فجاه تلاقي ارباحك طلعت ل$1000، رقم مهول طبعا بالنسبه اللي كان بيقبض $100 بس، فجاه ارباحه تطلع ل$1000. طبعا دي حاجه اسمها سبايك، ادسنس سبايك، اللي هو طفرات ادسنس او مسامير جوجل ادسنس. الموضوع ده بيحصل ازاي؟ برضو بيحصل بانواع كيوردز معينه، بيحصل بتفكير معين وشغل معين. اما اليوتيوب سبايك بيحصل بحركه تانية خالص غير الكيوردز، او هي ليها علاقه بالكيوردز برضو، كلها ليها علاقه بالكيوردز، ولكن دي بتستهدف ارباح وده بيستهدف مشاهدات زي ما اتكلمنا قبل كده. اصلا الحلقه دي كان المفروض تنزل قبلها حلقه انواع الكيوردز، ولكن اسف هنزلها ان شاء الله ممكن الحلقه الجايه ولا بعديها. انواع الكيوردز ده حلقه مهمه جدا ان شاء الله، تفرق معاكم جدا في الناس بتوع اليوتيوب. فزي ما قلت الاثنين بتوع ادسنس سبايك واليوتيوب سبايك بيتعلقوا بالكيوردز، ولكن ازاي تجيب كيوردز ليها ارباح وازاي تجيب كيوردز ليها مشاهدات، كنت اتكلمت ده في حلقه قبل كده، هسيبها لك في الاند سكرين او في الديسكريبشن. دلوقتي شباب اتكلمنا عن ادسنس سبايك واليوتيوب سبايك وازاي والفرق بينهم. الفرق بين ادسنس سبايك هو طفره في الارباح، انك بتلاقي ارباح عاليه جدا فجاه انت متعرفش هي جت منين، واليوتيوب سبايك بتلاقي طفره في المشاهدات عاليه جدا حتى لو مجبتش ارباح، هي طفره في المشاهدات عاليه جدا متفهمش برضو هي جت منين. اوريدي لو لقيت طفره في الارباح هتلاقي مشاهدات قليله او مشاهدات مش عاليه قوي، طفره في المشاهدات هتلاقي الارباح قليله. دي حاجه يعني ايه ده اللي هو بيسموها بتاع التناسب والطردي والعكسي ده. المهم تالت حاجه عندنا النهارده هي ازاي تعرف اليوتيوب سبايك الخاص بيك، وهو ده اهم حاجه في الفيديو. ازاي تعرف ايه هو اليوتيوب سبايك الخاص بيك؟ انا هديك مثال حي على قناتين. القناه بتاعتي مثلا لو تلاحظوا شباب، لو بدانا كده نرجع ورا خالص، هنا انا ما كانش عندي جدول، كنت بنشر وخلاص، ربح ربح ربح، وبنشر تصدر محركات بحث مش عارف ايه وشركات اعلان، بعد كده ربح 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 وربح برضو وشركات اعلان، كنت ايه عادي كده ماشي وخلاص. اما دلوقتي انا عندي ليا جدول معين، بناء على ايه انا عملت الجدول ده؟ بناء على ايه انا عملت الجدول ده؟ نرجع كده، بناء على ايه انا قلت
ان يوم السبت هنشرح شركات اعلان والاثنين اندرويد والاربع استراتيجيات والجمعه ربح من الانترنت. طب ليه انا مركز على شركات الاعلان والربح من الانترنت؟ ليه؟ شركات الاعلان هي الطفره بتاعتي، شركات الاعلان هي الطفره بتاعتي. هنرجع كده ورا للفيديو مانجر، نرجع كده زي ما انت شايف دي 326 مشاهده. انا اصلا في العادي بجيب 100 120 200، 300 يا عم عادي تمام. خدت بالك؟ دي برضو شركه اعلان. كلمه ربح المال من الانترنت ده كي وورد انا ماشي عليه. دي شركه اعلان زي ما انت شايف 326 مشاهده. نرجع كده شركه اعلان 750 مشاهده، نرجع شركه اعلان 500 مشاهده، نرجع تاني دي برضو 273 مشاهدة. نرجع رجعنا بقى، دي الحاجات اللي قبل ما نخش فيه اللي هو الجدول. ركزت ان انا بقيت مركز على الربح من الانترنت وبقيت مركز على شركات الاعلان ده، لان دي الطفرة بتاعتي، ده اللي بعرف اجيب منها مشاهدات. فهمتوا حاجة؟ اتمنى تكون وصلت لكم الفكرة دي. ده اللي انا بعرف اجيب منه مشاهدات. هديكم مثال قوي جدا على الموضوع ده في قناة انا كنت متابعها، قناة بحبها جدا كنت متابعها من زمان، قناة سوفت فان. نشوف كده الفيديوز بتاعت القناة. تمام، نركز كده مع بعض. القناة نرجع كده، هنرجع ورا ورا كمان، نركز كده. 5000، 25000، 12000، 190000، 33000، 3000. ركز بقى، أربع خدع رائعة يمكن فعلها، أربع خدع. شفت الحاجات دي؟ 1,153,000. كيف عمل سلايمة؟ الحاجات اللي العمل اللي بيعملها بتجيب مشاهدات مش طبيعية، 794000. أما أي حاجة عادية بقى 5000، 1000، 5000، 7 أفكار، 3,718,000. هو ده اللي شهر القناة، الحاجات دي هي اللي شهرت القناة. القناة دي كانت جايبة 60 و70 ألف سبسكرايب. هي فعلا قناة تستاهل طبعا، قناة قديمة جدا يعني، ولكن أنا بتكلم إن هو أما ركز على الطفرة بتاعته لقى هو بيجيب في الطفرات بيجيب 1,000,000 و2,000,000 و3,000,000. طب يا عم نطلع كده، أنت مش مصدقني؟ أهو نطلع أهو، يجيب مثلا اللي هو راحت فين، تيجي منين، عايز أجيب ال، استنى أهي دي، بص 3,000,000، 7 أفكار، أفكار بسيطة 1,800,000، 6 أفكار 1,800,000، 6 أفكار 1,200,000، 7 أفكار 1,200,000، 4 خدع 1,153,000، 6 أفكار 961,000، 7 804,000، طريقة سهلة 826,000، كيفية عمل 794,000، 6 أفكار 789,000، 8 أفكار 782,000. كلهم متعادين، كلهم متعادين. ركزوا معايا واتفرجوا على الفيديوهات دي، هتلاقي كلها متعادة، يعني كلها بيعيد في نفس الأفكار معظمها، يعني بيحط فكرة أو فكرتين بس جداد وخلاص. تمام، هنا 6 أفكار 600,000، 5 أفكار 617,000. ماشي، ده مثلا حاجة، يعني دي حاجة تانية خالص جابت مثلا معاه ترافيك. برضو زي ما انتم شايفين حاجة برضو كيف تشحن الهاتف باستخدام يدك. الحاجات العملية معاه بتجيب مشاهدات مش طبيعية، مش طبيعية. طفرات بقى دي حاجة مش طبيعية فعلا. انت مثلا تكون بتجيب 100، قصدي بتكون بتجيب 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 مشاهدة، وفجأة تلاقي فيديو جاب معاك 3 مليون، 4 مليون، 1,500,000. دي حاجة اسمها طفرة، لازم نقف عندها ولازم نركز فيها. اتمنى تكون وصلت لكم الفكرة دي. ونيجي لاخر حاجة في الحلقة بتاعت النهاردة، وازاي تحاول تكتشف الطفرة بتاعتك، او ازاي تحاول تعمل طفرة. احنا قلنا ازاي حاول تكتشف، هتكتشف الطفرة ازاي؟ بحيث انك تشوف الفيديوهات اللي انت عاملها، تكون عامل مثلا 30 40 فيديو، تشوف الفيديوهات اللي عاملة معاك ترافيك وتحاول تعمل جدول بالفيديوهات دي، او يعني جدول وتحط في الفيديو، يعني تعمل الفيديوهات دي اكتر من مرة في الاسبوع، بحيث ان انت تجيب الترافيك ده اكتر من مرة وناس تانية، بحيث انه يحاول يعمل لك سبسكرايب. تمام، ازاي بقى تحاول تنشئ يوتيوب سبايك؟ هنخش على جوجل ترند. ايه هي فايدة جوجل ترند بالنسبة للمشاهدات؟ احنا مش هنتكلم على الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، احنا هنجيب اليوتيوب
بتشوف الحاجات الشائعة في اليوتيوب وتحاول تتكلم عنها، بتحاول تنشئ طفرة، بتحاول تنشئ طفرة، بتحاول تجيب. يعني هقول لك حاجة، بص يا عم، انت مثلا دي حاجات شائعة في مصر مثلا، كورة مثلا او حاجة كده، كلام عن مرتضى منصور، مسرح مصر، الكورة مش مع فيفي، كل الكلام ده عن كورة، مسرح مصر برضو. تمام، شايف الكورة ومسرح مصر دول حاجات من الحاجات اللي هي في مصر مشهورة جدا. انت هتتكلم عن مسرح مصر وعن الكورة، اتكلمت عن مسرح مصر هتجيب مشاهدات، اتكلمت عن الكورة هتجيب مشاهدات عالية، فده وده هما اللي هيجيب لك مشاهدات. هتبدأ تعمل محتوى، هتبدأ تعمل طفرات، بعمل المحتوى هيبدأ يظهر معاك طفرات لوحدها. فهمتوا يا شباب؟ يعني طول ما انت ماشي بمحتوى هيفضل يظهر معاك الطفرات، هتظهر معاك في اي وقت ولوحدها. تمام، فانا بقول لك خش على جوجل ترند وحاول تصنع محتوى لنفسك. يعني انت مثلا لو نشرت، ما عندكش محتوى ونشرت حاجات عن مسرح مصر، ده مش محتاج منك، مش مجهود كبير اولا، وتاني حاجه مش هياخد منك وقت كبير. فمسرح مصر وده من اسهل الحاجات اللي ممكن تعملها، هتاخد كام لقطه وكام حاجه وتحاول تعملها وخلاص، وهتجيب معاك مشاهدات كويسه. بحاول بس انك تعمل كيوردز تجيب مشاهدات وخلاص، وهتجيب معاك ترافيك كويس جدا، وان شاء الله تعدي فيها. لقيت في حاجه في مسرح مصر ماشي، مثلا هم هنا الكام يوم اللي في مصر بيتكلموا عن عزاء والد محمد ابو تريكه. تمام، ممكن نعمل فيديو عن عزاء والد محمد ابو تريكه، هيجيب معاك مشاهدات. مش عارف ايه كذا، عيد ميلاد مش عارف ايه، الحاجات دي يا شباب. فاول حاجه زي ما قلت لك هو جوجل ترند، ده اللي انت تركز عليه كويس جدا بحيث انك تعرف تجيب ترافيك كويس. هتغير طبعا ايجيبت وتحط البلد اللي انت عاوزها، بلدك او انت البلد اللي انت عايز تستهدفها تحاول تحطها. يا ريت يكون الفيديو واضح ليكم. اتكلمنا النهارده عن ما هو اليوتيوب سبايك، اتكلمنا عن الفرق بين يوتيوب سبايك وادسنس سبايك، اتكلمنا عن ازاي تعرف يوتيوب سبايك بتاعك، ازاي تحاول تنشئ يوتيوب سبايك خاص بيك. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، كان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. الفيديو عجبك لايك الفيديو، سبسكرايب للقناة عشان نوصل ل 500 مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's high.